مرحبا متابعيني، معاكم نادية زيد. اليوم حبيت أتكلم لكم عن زراعة النعناع، بما أن الكل قاعد يسألني عن تجربتي الشخصية. حاولت في البداية أزرع النعناع وايد وفشلت، بس الحمد لله الحين عرفت شنو الطريقة الصحيحة حق زراعة النعناع. النعناع جدا سهل إنك تزرعينه، بس تحتاج خطوات معينة تسوينها على أساس تنجحين في هذه الزراعة. أول شيء تقدرين تشترين من المشتل النعناع أو تشترين فرش من الخضار. بتاخذين الفروع وبتقصينه من النهاية. شوفي أنا وين قاعدة أقص. آخر شيء بتقصين لكم من غصن، وأهم شيء تشيلين الأوراق اللي تحت. طبعا أي شيء ميت راح تنظفينه، تشيلينه، تقطينه. هذه الثانية الحين بعد بتكون فرع قصيتها. عقب ما يمعتهم هني تلاحظون ان الحين راح اقصص الاطراف من تحت، واي شيء زايد تشوفوا الاوراق من تحت. انا في البداية كنت اغلط ان ما كنت اشيلهم هاي الاوراق الصغار، بس المفروض ان تشيلينها عشان الساق يصير قوي. خلي بس الاطراف اللي فوق النص، قصيها مايلة من تحت أفضل. وقصي هاي الأوراق الصغيرة، لا تنسون يا بنات، عشان الساق يصير أقوى. كذي هي جاهزة، تخلينها هني في الماء ونفس العملية تكررينها مع الباقي. بعد هني إذا حسينا الساق مو بقوي ننظفه ونقصه. ممكن حتى أقص الساق إذا حسيت إنه هو نفس اللي مكسور ومو بقوي. الحين شذي الأغصان تكون جاهزة، تخلينها في ماي. وأهم شيء، أهم نقطة، إنك تبدلين الماي يومياً. قاعد أشيل الأوراق اللي هي تالفة. أحب تكون النعناع أو الزرع عندي نظيفة، ما يكون فيها أوراق ميتة. لاحظوا الطرف، قصيته مايل من تحت عشان يقوى عندي الساق. وأنا يوم أصور هاي الفيديو ما كنت شايلة اللي تحت، أنتوا شيلوهم. شوفوا كذي عندي الزرعة صار شكلها حلو، حتى وجودها في المطبخ صار شيء مريح، وريحة النعناع فايحة، بالذات لما تقصين منه حق الشاي، حق الشاي أو حق السلطة. شوفوا هني الحين هاي من بعد أسبوع أو أكثر بتلاحظون نمو الجذور في النعناع. تقدرين تخلينه على طول في الماء أو تقدرين تزرعينه في التربة. أنا طبعا عشان أبي يتكاثر أكثر، تشوفوا هذيلن أنا زرعتهم بنفس الطريقة، عقب ما طلع لهم جذور زرعتهم في التربة. الحين براويكم شلون راح أثبت. شوية صعب علي إن أنا أصور فاعذروني. فهني هاي تشوفوا الجذور شلون طلعت، ما شاء الله بسرعة تطلع الجذور. بس أهم شي تغيرين الماي يوميا، حتى إذا عندك وايد تقدرين تغيرينه مرتين في اليوم. هني أنا قاعدة أحفر حق عمق الغصن عشان دش، بس الجذور ما كانت موصلة، فبحاول أني أسوي أعمق شوي. راح أثبته الحين بالتربة. ونكرر نفس العملية، أهم شيء تتأكدين إن هي ثابتة صح. وآخر شيء طبعا راح ترشين عليه ماء، عقب ما تثبتين كل الأغصان في التربة رشي عليه ماء.
كذي أنا زيت من نبتتي وراح تتكاثر أكثر إن شاء الله. عجبكم الفيديو لا تنسون تسوون لي لايك وسبسكرايب.